خلينا بقى نتكلم. يعني أولا أنا سعيدة أن حضرتك معايا، برحب بيكي جدا. شكرا جزيلا. وسعيدة لأني لما تعرفت على شخص حضرتك من خلال لقاءات سمعتها ليكي قبل كده، سعيدة أنه قد كده هم من همومك هو الثقافة والوعي وتغيير الوعي عند المواطن، هو ده الهم الأهم بالنسبة لأي مثقف مصري في الفترة الحالية للحفاظ على الإنجازات اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها. حضرتك كنت مشاركة معانا في الندوات والمؤتمر العلمي اللي اتعمل في مئوية البابا وفي الاحتفالية، وحضرتك يعني أنشطتك الثقافية كبيرة جدا، وكنت بتديري صالونات ثقافية ومؤسس الملتقى الهناجر للثقافة. من خلال كل خبراتك، كيف تبعتي بداية كده المؤتمر العلمي اللي اتعمل عن مئوية البابا، الاحتفالية اللي اتعملت في قاعة المنارة، الدور اللي بيقوم به المركز الثقافي القدسي في نشر الوعي من خلال هذه الندوات والمؤتمرات؟ أنا عايزة أقول لك الأول، يعني كل كلمة من اللي حضرتك قلتيها محتاجة الواحد يتكلم عليها ساعات. دور المركز الثقافي القبطي اللي أنا الحقيقة تعرفت عليه في الفترات الأخيرة، يعني من وقت انضمامي لبيت العائلة المصرية، وأنا انبهرت بالدور الثقافي والاجتماعي والتعليمي اللي بيقوم به هذا المركز. دايما بقول لكل المصريين مسلمين ومسيحيين، أول ما تدخلي المركز تحس أن أنت داخل مصر الحقيقية، بتشوفي اللي لابس زي كده وتشوفي اللابس زي حضرتك. يعني إحنا في مزج يعني اجتماعي ووطني وثقافي داخل هذا المركز، مركز عظيم بيقوم بدور. شفنا في رمضان بيقدم ايه، شفنا في الاعياد بيعمل ايه، شفنا الندوات الثقافيه اللي القوات المسلحه بتقومها تحت مظله هذا المركز وحضرنا. يعني فكره الوعي والمركز الثقافي القبطي طبعا برئاسه نيافه الحبر الجليل الانبا ارميا، يعني العزيز على قلوبنا كلنا كمصريين، الحقيقه بيقوم بدور عظيم جدا في الوعي، وهو الحقيقه يعني بيعمل سبوت على فكره الوعي، لان مشكلتنا الحقيقيه وقضيتنا الاساسيه والمعركه بتاعتنا اللي احنا لابد ان احنا نضع تحتها يعني ما اتخط الوعي، فكره الوعي، معركه الوعي هي دي. وحتى القياده السياسيه والسيد الرئيس في كل لقاءاته دائما وابدا بيؤكد على الرهان دائما على وعي الشعب المصري. فالمركز بيقوم بدور هام جدا في هذه القضيه الهامه في هذه المرحله الفاصله والفارقه في عمر هذا الوطن. اما بقى فعاليه مئويه البابا شنو ده، الحقيقه مش قادره اقول لك انا قد ايه كنت سعيده بان انا دعوت المشاركه في هذه الاولا. يعني احنا عايزين نحكي عن المؤتمر العلمي ونتكلم طبعا، ده انا لسه عايزه اعرف من حضرتك اهم ما لفت نظرك في المؤتمر العلمي، اهم ندوه حسيتي انها مع كل هذه الثقافه الواسعه ليكي اضافت اليكي، او انه في معلومه فيها. المؤتمر العلمي لازم ياخد حقه في الحوار. يعني الحقيقه المؤتمر العلمي كل المحاور وكل الجلسات في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. يعني احنا في معلومات كثيره جدا عن قداسه البابا شنودة الثالث، يعني مثلث الرحمات، هذا الرجل معشوق المصريين. يعني انا شخصيا من فترات طويله، من يعني انا بدات اتعرف على قداسه البابا شنوده منذ العام 2003. حضرتك قلتي وانت في ندوه في معرض الكتاب. ايوه، يعني انا كنت رايحه معرض الكتاب وكنت لسه جايه جديد القاهره، وكان نفسي اشوف البابا شنوده، كان بيعجبني قوي العظه اللي كانت بتظهر وكلماته وما اقرا عنه. يعني كنت ببقى عندي حنين لمعرفه هذا الرجل، يعني اللي هو اما بيتكلم تحسي بيكلمك انت، تحسي بيوجه لك الكلام، تحسي ان المحبه يعني بيطوب بها كل الدنيا. وبحب المصريين بشكل غير عادي، وطني ومثقف كبير. يعني احنا عندنا في الثقافه انطونيو جرامشي يعرف المثقف باكثر من تعريف، واهم ما يعنينا احنا كمصريين تعريفين، المثقف التقني وهو المثقف اللي ملوش يعني بيحب بس يمشي وراء مصلحته ولا يعي مصالح شعبه. المثقف العضوي هو يعني يعشق الوطن، محب لجماهيره، محب لشعبه. هذا كان قداسة البابا شنودة. المثقف الكبير، احكي لنا عن اللقاء ده اللي كان في معرض الكتاب ونرجع للندوة. مش متخيلة حضرتك ان انا داخلة طبعا زحمة شديدة، زحمة مش قادرة أقول لك، يمكن أكتر من 3/4 الموجودين مسلمين. يعني شيء يعني
يعرفك قد ايه هذا الرجل كان محبوب من المصريين. احنا داخلين وانا نفسي كان نفسي بس اشوفه مش اسلم عليه، يعني ان انا بس اشوف وعد واسمع كلامه. فهو كان بيتمتع بالفكاهه وخفه الظل من اول ما بدا يتحدث، والحقيقه كان اللي بيحاوره دكتور سمير سرحان. كان هو مسؤول عن رئيس الهيئه العامه للكتاب، وهو كان يعني مكلف يعني هو كان في هارموني ما بين قداسة الباب وما بين دكتور سمير عليه رحمة الله. الحقيقة بدأ يكلمه، فبدأ يقوله احكي لي الأول قبل ما نبدأ، كانت انت المحاضرة اللي حيلقيها قداسة البابا كانت عن القيادة، كيف يقود الإنسان نفسه. ودي كانت بالنسبة لي عنوان مهم جدا، احنا لسه في بداية كنت لسه يعني في مرحلة الماجستير في الوقت ده، أول ماجستير، وكنت يعني المحاضرة بالنسبة لي كانت مهمة، إزاي الإنسان بيقود نفسه. فبدأ الأول وفضل يحكي عن علاقته بالإمام الشعراوي، وطبعا أنا ما كنتش أعرف إن قداسة البابا شاعر، دي كانت معلومة. لا ده الشعر ده احنا عندنا محور للشعر، لأن حضرتك مهتمة بالشعر وكتبتي كتب عن شعراء يعني، فلازم قال شعر يوميها في الندوة؟ قال شعر طبعا، قال شعر، بس شعر مقتبس من إيليا أبو ماضي وأحمد شوقي أمير الشعراء، كان يعني بياخد بعض الأبيات وكان بيتكلم يعني ما يناسب الكلام كان بيجيب بيت شعر. فكان طبعا كيف يقود الإنسان نفسه، فكان بيقول هل أنا ولدت حر أم مقود، هل أنا قائد نفسي أم مقود، يعني بتتماشى مع الشعر المحاضرة الشعر بيدلل بيه على المحاضرة بالضبط، بيستعين بالأبيات الشعرية عشان يقنن المحاضرة. وبعدين فبيقول أنا كنت مع الإمام الشعراوي، فبيقول لي عايزك تقول لي آخر قصائد كتبتها، فقال له آخر قصيدة كتبتها لسه ما كتبتهاش. يعني شفت قد ايه يعني فكاهه وخفه الذل والجمال في الذهن الحاضر والجمل القصيره المركزه. انا عايزه اقول لك عنده سرعه بديهه، يعني يمكن طبعا. يمكن يكون ورثها شويه لبعض تلاميذه ومن كان معه في يعني طاقم السكرتاريه، خدوا منه شويه، وده لاحظته مع الموجودين في الجلسة العلمية أو في الجلسة اليوم الأول في الجلسة اللي أنا حضرته. فعايز أقولك اليوم ده ما كناش عايزين المحاضرة تخلص. أنا لسه كنت بقول ده على الهواء، إنه الوقت جري وما كناش حاسين إن الوقت بيخلص. شفتي حضرتك أنا لسه هكلمك تاني على الاحتفالية اللي هي كانت لا ناخد الندوات وننطلق فعايزة أكملك الندوة اللي أنا حضرتها في معرض الكتاب، وكان عارفة ما كانش يحرك حد أبدا.